مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في فوت بيبليك. اذا موضوعنا لنهار اليوم راح يكون حول العنف في الملاعب وحول وفاه مناصر مولوديه الجزائر ياسين صغيري بسبب هذه الظاهره مؤخرا. ما نطولوش عليكم مشاهدينا، تابعوا معنا راي الانصار الجزائريه حول موضوعنا في نهار اليوم. اليوم عندنا سؤال حول ظاهرة العنف في الملاعب، وش رايك في هذه الظاهرة اللي تفاقمت مؤخرا؟ شوفي بكل صراحة ما خبيش على روحتي، لا لازم انسان دي سيبورتور لازم يتمتعوا بالروح الرياضية، يعني نتحمسوا احنا بكري، نتحمسوا بيناتنا نديروكم نغلبوكم ناكلوكم حتى في اطار روح رياضية بك، لا للتجاوزات. أنا نقولك لا للتجاوزات، حنا إن شاء الله هادي الجوار كاع لازم لي سيبورتور لازم يتعلموا يتمتعوا بالروح الرياضية والمسؤولية في الشارع وفي الملاعب، يعني في الصطاد لازم يتحملوا المسؤولية. دوك أنا كي تربحني قسمطينة، انتحيلها قسمطينة تربحني، سطيف تربحني انتحيلها، تربحني عين مليلة انتحيلها، لعبوا بالون ربحونا خلاص. نهضروا نكسروا نغلبوكم ونديروا لكم وناكلوكم، هذا في اطار روح رياضيه برك. الناس للاسف ولا تسب في الفيسبوك ولا تسب في لي ريزو ولا تخسر ولا كذا، على ماش على ماش هذه، علاش على ماش؟ هذا بالون، هذا بالون بالون، هذا يقولوا بالون لو جو، اهضر معايا ونهضر معاك كذا نغلبوك وكذا وندير، فهمت كيفاش؟ تحيا مولوديا، فهمت؟ دوك هذيك الناس ولات تتضارب. قولوا بسبب هذا العنف وبسبب هذه العنصريه توفى مناصر المولوديه الجزائر ياسين الصغيري، وش هو تعليقك حول هذا؟ نشوفوا يعني البالون مؤخرا، ما نقولوش مؤخرا، يعني هذه الظاهره معروفه من بكري العنف في الملاعب، وش تعلق حول وفاه هذا؟ انا وفاه هذا المناصر لازم نعرفوا بلي كاينه غلطه، هذيك الغلطه يلفو با تعاود دوكا بطريقه، يعني نقولوا حنا يا عفويه ضربوه، نقولوا لا لا، وإلا كانت كما يقولوا بطريقه يعني عمدوا عليه نقول انا عار عليهم، هذا انسان راح من حقه يعيش، علاش قتلوه وهذا اللي ضربه وحنا ما على بالناش؟ حنا رانا نقولوا برك اسكو هو يحب الفاميلتو هكذا؟ يا اخي الانسان كيما يحب الخوه يحب للناس، لهذا احنا نقولوا العنف وحتى يعني كما يقولوا نقولوها بكل صراحه دور العائلات. انت يا وليدك خرج من الدار يعني ناصر، لازم قبل ما يخرج نقول له وليدي انت راك خارج ناصر بالك؟ لهذا احنا نقولوا يكون لك كل راعي مسؤول على رعيته. انا دوكا من المنبر هذا لو كان نقول الواحد كي تناصر روح ناصر بالعقل يقول لي واش دخلك؟ لهذا احنا نقولوا مام لي بارو يلعب الدور، لان المناصره في الرياضه هي خلق اولا، ثانيا كما يقولوا كل راعي مسؤول عن رعيته. عندك وليدك ها هو على حسب ما سمعت انا قال لك يماه قالت له يا وليدي ما تروحش، انا واش يعني وسمعت دوكا شوفوا الامهات يعني يحسوا باللي يعني راحوا يناصروا بطريقه لقاو روحتهم في حاجه واحده اخرى. احنا من المنبر هذا نتحوا نقولوا ربي يرحمه، هو وليد بومرداس على كل حال وداروا الجنازه تاعو، انا نقول له لانني راني وليد السيكتور على كل حال نقول باللي هذا الانسان هذا ما راحش نساوه، ما راحش نساوه لانه ما نقولوش خطا، احنا نقولوا معتمد. يا خويا ادخل الاستاد احكم بلاصتك، انا جامي لقيت سيبورتور رابح يعيط، خاسر يدير المشاكل، يرحم باباكم دوك انتم راكم تنصروا ولا راكم تحاربوا، نحوا كاع هذه العبسه تاع العنف. سبحان الله. والله واش نقول لك، هاد الظاهره اللي رايه في العنف في الملاعب والله غير تسمى شغل ما حبش تحبس، راهي تزيد كما يقولوا، وكما كتشوفي راهي تفرط فيه مسكين هذا ياسين صغير هذا، يا مسكين راه كتشوفي يما تبكي عليه بحرقه، يحب مولوديا راه دي بلاصه مسكينه، شوفي راح مسكين برجليه ولا في الصندوق مع اليما هكذايا. دوك انا واش حبيت نقول لك، الدائره هذه انا شوفي نطلب انا من السلطات لو كان يولي يديروا تسمى لي ماتش كاع اويكلو خير، باش ما نخسروش ولاد الناس وما يكونوش المشاكل، بيسك علاش غيتفر غير في ولاد الناس؟ حنا انا واحد انا بون انا لاعب كره القدم، حنا حبست الاستاد من 2016 فينال مولوديه النهد، من تما مسحت الاستاد، بصح انايا باش نروح للاستاد ونجي مضروب ولا مكسر ولا من بعد انا مطفره فيا ما كاش شغل، بعد شغل خلاص مطفره غير في الزوالي، بيسك علاش كي نجي نشوفو اي كارثه، انا نشوفو انا لحقنا حتى ولاو الناس يقتلوا الناس شغل العنف ديرك، ويا كاع خاوه البالون هذايا 90 دقيقه ويخلص، ومن بعد شنو راك تربح كي تقتل انت دوكا بيناتنا؟ هذا دوكا اللي ضربوا ياسين صغيري، كيفاش راهو الضمير ديالو؟ اسكو يرقد نورمال؟
اسك راهو بيان في راسو، اسك شاف الفيديو تاع يما كي كانت تبكي، خسرت وليدها مسكين وصغير يقرا في لافاك ولا هذا وين جال الدنيا مازال زدي عيش، او مات السيد على جال بالون على جال مولوديه، دوكا دوكا خلاص شغل متفرا فيها، دوكا ربي يرحمه على كل حال. انا ولا نطلب من تسمى نطلب من السلطات هكذايا ولا غير يكون غير يديروا لي ماتش كاع ويكلو خير يعني. وما نخسروش ولاد الناس بيسك رانا نشوفوا ولا غير كارثه اقسم بالله غير بزاف يا يعني. رانا شغل لحقنا وين صيبون رانا نشوفوا شغل حاجه ولا تجينا نورمال يا يعني. نعطيك مثال، انا نعطيك مثال مولوديه مقرا لود صغير رحمه الله باسمي باسم الانصار مولودي الجزائر وباسم الشعب الجزائري وباسم اللي تمتعوا بالروح الرياضيه نقدموا تعازينا الخالصه لعائلة تاعو فهمتي. دوك الناس ربي يرحمو الناس ولا تضرب، انا نقول السيد هذا ولا اللي يضربوا بالحجر، انا نقول مغسل مور وحديكم روحوا قولوا بلي حنا ضربنا بالحجر وربما ما ليهم يسمحوا لكم غدوة تموت يجيك. هو تعرض خلاص تعرض الى حجره مات، هو تعرض للضرب ماشي حجر. مو تعرض للضرب يا سيدي، دوك اللي ضربوه هم على بالهم بروحتهم، روحوا سلموا روحتكم قال حنا ضربنا احنا ضربنا السيد مات، أما على الأقل بالك مالي يسمحوا لكم ولا غدوة طيح في حفرة أنت غدوة يجيك ملك الموت، واش تقولوا؟ علم من مت، علم من مت، ضربت إسرائيل. يقول لك يا قاتل الروح وين تروح؟ علم من مت، ضربت إسرائيل. ما ضربت إسرائيل. واش ضربت؟ ها واش ضربت؟ ضربت خوك، راح يشوف الرياضة بك. راح يشوف الرياضة. يا ناس خافوا ربي. دوك أنتوما قتلتوا، قتلتوا هاد السيبورتور. علم باش قتلتوهم، باطل. باطل باطل. غدوة تم على بالك شراك الدور راك تسلم على يماك راك تهضر مع صحابك، مي بصح راك قتلت مناصر من مولودية العاصمة وهو يتسمى جزائري ماشي جزائري فهمت. دوك غدوة كيفاش تقابلوا ربي؟ انت ما على بالك تروح العمرة تروح الجامعة انت قاتل. مي كاين عفسة على المناصر اللي مات ربي يرحمو ونعزي فاميلتو ان شاء الله ربي يصبرهم. دوك صح نهبلوهم يهبلونا كاين هذيك الشحنه بصح باش تلحق صوالح عيانين باش ندرك ولا تضرني بكي يماك ولا تبكي مع لا بالون لا سما نتمناو من جميع واحد يطلع للصطاد صح يلعب يهبل يتالب بصح باش تلحقوا صوالح حد اخرين لا لا وهذا ما كان. باش توجه للانصار الجزائريه باش يكونوا في روح يتعقلوا روح رياضيه ولمير كيغان. على كل حال من هذا المنبر كاين هذا الميساج نمدو قائتك 58 ولاية لازم البالون اللي مات هذا الشاب هذايا لازم كما يقولوا ناصرو بصح كي ناصرو ما ناصروش بعنف اولا نتعلموا ناصرو لماذا لان لو تروح الحاله كما راهي والله العظيم كي نجيبوا كوب دي موند وانا نقول يا سيرتو العائلات مولوديه الياسمه عائله واحده ما يفرقوش بيناتنا يا جماعه راح يدخل واحد لو راسيزم هذه هي لوكازيون ديالو الياسمه مولوديه ما يهمنيش ليسونسيال كاع الانديه عندنا احنا هاد ولاد بلادنا وخاوتنا ما تخلوش العنصريه انا سيبورتي بصح صاب يدير باب اللي راح ندير التحريض تناصر بطريقه لبقه انا نقول لي مات ربي يرحمه لكن نعاودوا نعرفوا كلمه المناصر وشنو هو لهذا احنا نقولوا اللي جان شويه عقلانيه معليش عندك حماس على ليكيب ديالك لكن خمم شويه باسكو راهم يضحكوا علينا من جهه لي من هيه وانا نقول ثاني يا خويا معليش بالك كيما نقولوا انت النيه ديالك تحب تسيبورتي بطريقه هكذايا بصح نديروا لي ليميت. لا غنقول لهم ربي يهديهم ربي يهديكم هذا راهي هذه راهي كره القدم ماهيش حرب ولا يعني حنا راهم كاع الولايات لي 58 ولايات جزائريين ما نخلوش كاين ناس لغه لغه ودين دين وعلم علم لكن يحرض يحب يشوف المشاكل يحب يشوف الدماء ما نعطيوش فرصه لهاد الناس حتى الشعب يعاون الامن في الملعب خاطرش علاش دوك كي يخلص الماتش يخلقوا هذوك المشاكل تاع كيفاش وعلاش ومنه وتبدا ويبدا الحجر ويبدا الموس يبدا كذا نتمنى هذه يعني نتمنى كاع الجزائريين مناصرين سواء تاع مولوديه ولا مناصرين تاع اليسما ولا كامل يعطيك الصحه نتمنى ان شاء الله لما يلحقوا الملعب يكونوا سبحان الله رياضيين قبل ما يكونوا جزائريين يكونوا رياضيين نعرفوا بعضنا بعض
صحيح لما الانسان يشوف ليكيب تاعو خسرت ولا ما لعبتش مليح ولا يتقلق، مي ماشي بالحجر عبر عيط طبكي دير واش حبيت، مي خلي الحجر طرونكيل وخلي الموس ما تضربش ولاد الناس. هذيك راه ملعب الناس تروح ديفولي، الناس تروح تنحي على خاطرها. انا واحد نروح نصطاد نشوف لي اسمه ولا مولوديه ولا سياربي، نروح باش نبحر وقتي، اما طراني نشوف خسروا الله يبارك، ربحوا جزائريين يعني سواء فريق سواء مولوديه الجزائر سواء اتحاد العاصمه سواء سياربي كيف كيف كاع جزائري سبحان الله العظيم. السلام عليكم، ترحموا على خونا ياسين الله يرحمه. وخوتي خلونا من لي بروبليم مشاكل، حنا كاع خاوه في الجيري هذه، حنا كاع خاوه وحنا سياربي مقرا. ونترحموا على خونا ياسين. وحنا جينا ندخلوا السطا نتفرجوا على جال 90 دقيقه باش نشوفوا خاوتنا اللي جوار، نشوفوا هذا بالو في الجيري لازم نولوا كيما عقليه الاوروب شغل نتفرجوا البالو، تفرجوا على ولات المشاكل اللي بروبليم وين راحوا ياك، حنا كاع خاوف الجيري هذه ياك. حنا اليوم جينا لهنا يعني كرانا كبار باش نوعيو هاد الانصار الجزائريه باش نتفاداو مستقبلا العنف باش نكونوا خاوه خاوه. خاوه انا نقول الشعب الجزائري المناصرين مولوديه ولا اللي يحبوا كاع اللي شو كاع خاوه خاوه كسروا اهدروا كيما انا نهضر حماس، مي بصح انا قلبي بيض، انا نهضر على مولوديه انا ناكلكم نديركم نواسيكم نربحوكم نمدوكم مي بصح ما روح رياضيه. انا نروح بنوزداد يسيبوني تاع بنوزداد يسلموا عليا روح رياضيه، صحاب لي اسمه روح رياضيه ناكلوكم نربحوكم نبكوكم، هذه داخله في الرياضه. مي بصح لا التجاوزات، لا للتجاوزات، علاه نضرب خويا ولا نضرب صاحبي ولا كاش ما عندي دراهم انايا، كاش ما عندي دراهم ما عندي حتى حاجه، نهضر في الروح الرياضيه والشفافيه هذه هي. ما يلزمش هاك ضربت حجره ها قتلت سيد ولا ماشي عاد، لا لا انا نقولها ونعاودها، لازم يتمتعوا بالروح الرياضيه والشفافيه والمسؤوليه. المسؤوليه ثانيه في الشارع، مسؤول راك مسؤول في الشارع، غدوه يحبوا يضربوا واحد من الطاكسي ولاك مسؤول محمد، راكم مسؤولين كاع راكم مسؤولين، ولا الضرب والشتم وفي الفيسبوك الشتم واش بكم، على طالعين مكه ياك انا نكسروا خاوه خاوه نربحوكم ندوكم، وهذا مكان لازم 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 تدخلوا في الرياضه يا ناس، ما ندخلوا السب والشتم، لازم نطوروا لازم نكونوا شفافيين. غدوه راني نقول سيار بن تون ندوا لكم لاكوب ونديرولكم وناكلوكم، هاني نهضر بك واش كتب كتاب كتب ربي اتهام ولا اتهام ولوديا، ما هضروا في اطار رياضه يا ناس، خافوا ربي ندخلوا في الرياضه. انا كي نقول هكا لازم تدخل هاو دوك سي تكون يعاودو مسكينه ومات الله يرحمه، يما تبكي بابا يبكي فهميتو تبكي عليه، وانت راح تبكي يوم تدخل في القبر هاو تجيك مالك الموت ساكت عليك، تضرب شي فورتو تاع مولود يا باطل هاو ساكت عليك يلونك تما داخل القبر، شبيك تضرب انت شي فورتو على الباطل، روح ضرب اليهود روح ضرب يهودي. انت كلاعب قلت لي راك سابق لاعب كرة قدم في دالي ابراهيم، راك مؤثر تاثر شويه على الانصار الجزائريه، واش تقول لهم يعني باش يكونوا في روح رياضيه سورتو لي ماتش راهم جايين شويه حساسين فينال كوب دالجيري بين مولوديه سيربي؟ انا واش نقول لهم؟ نقول لهم كاع شوفي كاع خاوه خاوه ما كاش لا صح، معليش انا سيبورتي مولوديه ولا انت سيبورتي سيربي ولا دي سيبورتي الياسم، فاش تكرهني وانا فاش نكرهك انا، زعما على جال ليكيب كل واحد يحب ليكيب ديالو، نسيبورتيها 90 دقيقة نهبلك تهبلني انت البك دامنا، بصح ماشي وين نوصل انا باش نضربك ولا ندير لك حاجة ما على باليش، انا نقتلك على جال تاع انت تسيبورتي سي ار بي ولا انت تكون في العاصمة ولا نحن نسكن في تسكن في قسنطينة ولا نسكن في العاصمة، انا ما نحبكش وانت ما تحبنيش، كاع رانا خاوة خاوة، انا نروح لقسنطينة انت تجي العاصمة، كاع رانا في شغل مواطن كاع كيف كيف، ما رانا في بلد واحد ما راناش حنا ما على باليش انايا. شغل نكونوا شغل عقلاء شويه ما نكونوا شغل الله خبسك بزاف بزاف، بس واش رانا نشوفو كي تبدا تخمي هكا لوجيك ما كاش شغل سيغراف تبدا تخمي شغل، انا جبلي ربي انا عباده دوما صحينا وما يديروا هكذا شغل ما مش في عقلهم، انا واحد عندي ماشي نورمال اللي يدير هاد العفسه، تسمى انا شغل ندوك نضربك بس انت سيبورتي سي ار بي عباك، شغل رانا في 2024 خلاص ما في الاوروب تحكي في التلفزيون تشوف الدوري الانجليزي بريمير ليغ الجوار يدير له هكذا يمسو قادرين يصدموا الستاد ويضربوا ويقتلوا قدام، بصح علاش هو ما فاش خير منا؟ هما حنا اللي خير منهم بيسك حنا اللي مسلمين يا بيسك حنا رانا نشوفوا هادية هما
بارك انا جبلي ربي جبلي ربي هما اللي مسلمين وحنا ماشي مسلمين بيسك حنايا نورمالمون حنا اللي هما اللي يرفدوا علينا هاد العقليه تاع حنايا ما نضربوش وما كاش العنف في الملاعب مش احنا اللي نرفدوا عليهم بيسك حنا اللي مسلمين. والله غير نقول لكم حاجه يعني من المنبر هدايا يعني كسيبورتور انا نقول لكم باللي الملعب كي نروحوا نتفرجوا مقابله قد ما كنا نحبوها ويموت واحد والله العظيم امنوني يا حق ربي غير يروح الشرم نسيو نقصوا من يعني بريمو الحماس تاعنا احنا الجزائريين نحبوا البالو لكن هذا كما يقولوا المناصره عندها حدود دوكا اسكو نتوما تقبلوا باش واحد ينقص من العائله تاعكم انا راني نهضر كانسان ماشي زعما تقولوا هذا ويتفلسف ولا دوكا احنا نشوفوا مقابله تعجبنا حتى ونربحوا نطلعوا ماشي نطلعوا الكوب دو موند بصح كي ينقص لنا انسان والله العظيم نتعلموا نناصروا لان المناصره ليست بعنف المناصره هي يعني تحب هذاك الفريق وتناصر بطريقه لبقه وانا نزيد نمد واحد النداء ونقول لكم وكاع على بالكم بها حنا كي نقولوا نتفرجوا الانديه الاوروبيه نقول لك حنا الباير ولا حنا كذا شوفوهم في الملاعب مع لي بيبي ديالهم نشوفوهم كاع يعني فريمون علاش ما نولوش كيما هما حنا ولينا شغل العكس شغل تقلبت كاع ما فهمتش والله ما فهم ولا انا نطلب من السلطات ولا غير يحبسوا هذا الصطاد يدرا كيما كانت الكورونا هكذاك كاع لي ماتش اويكلو لي ماتش اويكلو يتلعبوا لي ماتش في صمت ما كاش النش ما كاش المشاكل ما كاش واحد قاضي بيا الماتش يبدا على 5 الناس تدخل الصطاد على 17 صباح شامي صرات فين الكوب دي مود ما يدخلوش على 17 صباح وعلاش ماشي غير هذا ياسين صغير زعما مات باش نديروا هاد الحمله هذه ولا انا نشوفوا عباد ماتوا فلاشان يا فلاشان يكونوا داخلين الصطاد يموتوا واحد يحبس قلبه كان لي مريض كان لي ما يقدرش يمشي كان لي مريض اللازم ما كان لي ما ينفش مليح كاين بزاف صوالح تما شغل لازم نسهلوا باش حنا نلحقوا تطور ونقولوا حنايا رانا في 2024 لازم بزاف عفايس اللي لازم باش نلحقوا لهم رانا بعد بزاف 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 الدوري الصومال خير منا باش هادي باش نعطيها لكم الاخر حنا رانا قراف ديجا كي تشوف النيفو تاع الفوتبول الجيري كيفاش راهو وزيد انا ندخل على 17 باش نشوف انا عيب الله عيب لازم يديروا لنا حل اقسم بالله سينو يحبسوها كاع 50 انا واحد اقسم بالله حلفت على الصطاد مازلتش نروح له للصطاد نهائيا يا صيب بون انا باش نبكي يما ولا نبكي بابا على جال بالون ولا انا رايح في امان الله تروح يغلط رسالتي لازم نعاودوا نردوا السيبورتور تاع بكري كانوا يطلعوا دوز ادفيرسير في ملعب واحد دوكا سبحان الله يعسون بالشغب محمد راك رايح للصطاد ولا رايح الضرب يتلاقوا برا طوموبيلات مكسرين علاه هذا هو عربك كرهونا الرياضه انا نقول لكم من هذا المنبر اللي في عمره 60 سنه يكره البالو على جال هذه الفئه هذه اللي واش دير تدخل باش تضارب خويا ماشي حرب هذا راك تلعب مع خوك راك تلعب مع خوك تجبد لاكات ناسيونال عنده الاعلام هذاك خوك عند ربي خوك لهذا احنا نقولوا لو سيستم اللي دارته فرنسا تاع لو راسيزم خلاتوا هذا الراسيزم تاع قبيله قبلي نحوا لنا هذه الراسه هذه رانا الناس تطورت لهذا احنا نقولوا رانا كاع يقول لك كل راعي مسؤول عن رأيه ونزيد نمد انا نداء دوك هذا كل حال مات لكن نمدوا العبره نفتحوا تحقيق سي نورمال كاين اللي يموت له كل ما يرقدش محمد هذا كبده دوك المراه هذه اللي مات وليدها انا نقول من هذا المنبر هذا دوك هذه راح تسمح ما تسمحش مسكين وليدها ما عاش من حقه يعيش من حقه يروح للصطاد علاه ما يروحش للصطاد يسمى يروح للصطاد يضربوه سبحان الله العظيم الانسان يناصر معليش تحب تناصر بطريقه لبيقه نستعرض بك بصح باش تروح تناصر ولا تروح تضارب حتى التحريض يجي من هذه يا جماعه التحريض ماشي مليح خويا ربحت بصحتي خسرت هذه هي ايه سبحان الله يسمى يا تربح يا تحارب سبحان الله العظيم هذه يقولوا لها مقابله ليست بحرب مش تمسخ اللي راهم يديروا فيه الحجر راهي كارثه كاع نتمنى الامن ومم العداله هاد الناس هادو ما سورتو في لي فيديو في التواصل الاجتماعي جميع اللي باني حرد يديوه باسكو راه المشكله راهو منايا كيفاش راح بابا كي يروح واحد يلعب بالون حتى يعشي في السبيطار مناصر يروح يسيبورتي يشوف روحه في السبيطار مام اللاعبين مام لي جوار نقول لهم كيفاش تكونوا خاوه ما يعني هذيك اللعب تاع العنف قدامنا انا ما نحبوش يعطيك الصحه لما يشوف جوار مانيش عارف حش تاع اليسمى ولا هو يتقلق هذاك السيبورتير يقول لك فهمتي يعاود يرد العكس في المناصرين دونك نتمنى ان شاء الله احنا خوه وجزائريين وعندنا رايه وحده اللي تربطنا الماتش سويعه ويخلص سي با لابين باش يعني ديروا هاد الصوالح هادو ما داير ديجا واسمو هذاك اللي مات الله يرحمه ياسين صغير هذاك ربي يرحمه في عز شباب وتوفى هذا كامل
يعني كارثه، يعني ظاهره اللي راهي خرجت راهي كارثه. نتمنى ان شاء الله خاطنا الجزائريين حتى الدراري يكونوا خارجين من الدار بالوطنيه ولا رايه تاع مولوديه ولا تاع سياربي يحضرهم مالهم. قال يا ودي بالك يا ودي بالك يا بالك، هذوك راهم جزائريين وراكو خاوه خاوه، هكذا نخلقوا الحب ما بيناتهم، ماشي يخرجوا مع على بلاش ومن بعد يجيها في الصندوق. نو هذه انا ما نتقبلهاش. توعيه تبدا من العائله. يعطيك الصحه العائله اول حاجه العائله. قال لك راح نصطاد بالك تدي معك نموس، بالك تدي كذا، بالك تدي كذا، يا وليدي رد بالك، إلا شتها ما تروحش ديجا كاع، إلا شت وليدي تاع عنف ما خليهش يروح من الآخر، ما خليهش يروح، ولا غير نحلب ما يروحش ما يروحش، دونك إلا مانيش عارف، راهم يجوا من كل ولاية على كل حال، سيرتو الماتش الأخراني تاع مولودية سي ربي، إن شاء الله يكون الخير، نتمنى يكون الخير. تضرب سيبورتور، واش سيبورتور هذايا؟ سيبورتور تاع مكرا ولا تاع شلب ولا تاع جيجل ولا تاع ستيف، جزائري، جاي سيبورتي جزائري. جزائري غدوة توما كون ضربتوه قتلتوه، وينكم رايحين بها؟ وشكون توما؟ وين على واحد ما على بالكم؟ الماتيك روحوا سلموا لوحدكم باللي حنا ضربنا هذا السيد، ربما بالكم ماليهم يسمحوا لكم، بالك تكون عندكم حاجة وبس صوموا، شهرين صوموا، وشوم ماليكم يطلبوا سماح، راكم هاملين راكم قتلتوه. يا أصحاب مكرة، يا لي سيبورتور اللي ضربتوا السيد، خافوا ربي. ربي وقعت على كل شيء تاع الحق، والله ما متلقيكم. والله هو النادي تاع مقرا صراحة استقبلوا الأنصار تاع مولودية على أحسن. مالناش ندخلوا مقرا، أنا نقول لي سيبورتور فئة اللي ضربت السيد، ما نقول لك خمسة، ما نقول لك أربعة، ناس مقرا يتمتحوا بالروح الرياضية، سمعتي؟ أنا نقول الفئة هذه خمسة ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة اللي داروا العملية هذه، دوك أنا نقول لك بكل صراحة والله غالي خلصوها غالية. باسكو غدوة تدخل داخل القبر ما يسلكك حتى واحد، قاتل وما على بالكش، ما طلبش مو بسمح، ربما طلب سمح. انا ضربت حجرة ماشي نيتي هكا، على كل حال ما كانش واحد يضرب حجرة نيتو باش ما يقتلش، راح دير ديكا، ضربت حجرة راح دير ديكا. انا نقول ان شاء الله كاع لي انا سيبورتيف نلعبوا خاوة خاوة، نتحرشوا بيناتنا، نديروا التحريشة مبصح باش نديروا تجاوزات، خط احمر تجاوزات بكل صراحه، خط احمر. هاو راح ضحي يا سيد ربي يرحمه. انا واش نقول؟ ان شاء الله المقابله اليوم جايين والنهائي لو جاي، اهدروا على روحتكم، اهدر على روحتكم، اهدر هاك. كاينه مقابله حاسمه ما بين شباب الاستاذ مدير الجزائر، اهدر واش حبيت تهدر، ما تسبش وما ديش تجاوزات وما تعداش على الناس، اهدر. حبيت تروح الاوضه اهدر، حبيت نجي قدام داركم ما اهدر، قول نربحوكم، قول دير، قول كلش، ولكن بالشفافيه والروح الرياضيه هذه اللي تمتعوا بها. على غدوه يماك تبعتك تروح الصطاد ومن بعد تموت، علاه؟ انا نقول لك بكل صراحه هذا النهائي ان شاء الله كل واحد يتحمل المسؤوليه وتكون روح رياضيه، فهمتي؟ وتكون شفافيه وتكون مسؤوليه في الصطاد برا في الشارع، هذه هي باش ان شاء الله الدراري هذوما اللي جان توعنا باش تكون يعني تكون حاله مليحه. وانا خاو واش بالكور واش الشطاره ولا اليسما ولا البيان، طاح سما ما طاح سما. كل حال هما يعني مولود ياسير بي فيهم هذيك الشحنه تاع اللعب، معليش، ولكن دائما يكونوا خاوه خاوه. احنا نعرف شحنه بالرايات بالغناء، انا نغني واش نعرف، انت غني واش تعرف، صفق ونصفق ونديروا حاله في الصاد يا خويا، نديروا حاله بصح باش تلحق بالحجر نضرب واحد هاو مات اللي ضربوا، ممكن الناس ما يعرفوش من حسبي الله ونعم الوكيل، كاين ربي سبحانه اللي شافوا. يعني تخلص تخلص، ما الى ما فاق لك حتى واحد راح تخلص مع ربي سبحانه، باسكو راك وين تروح، راك دمرت عائله، راك دمرت عائله، وممكن كاين ناس اللي راحوا في الجره، ممكن مانيش عارف، انا ما نقدرش نروح بعيد بالحكايه هذه. انا حاجه اللي نقولها ربي يرحمه، ربي يرحمه والصبر والسلوى للاهل تاعو، حتى للشعب الجزائري نقول لهم نقدم لهم صدر العزاء كاع لينا، احنا ثاني راه وليدنا ماهوش براني، راه جزائري كيما ولادنا، وان شاء الله نتمنوا العافيه في بلادنا ان شاء الله يا رب العالمين، وتحيه الجزائر ان شاء الله يا رب العالمين، والله يرحم الشهداء، ونتمنى ان شاء الله اللي يربح نكونوا معهم مبروك عليه. اذا مشاهدينا كما كنتم تتابعون كانت هذه اراء الانصار الجزائريه حول موضوعنا لنهار اليوم. لجميع استفساراتكم او اقتراحاتكم تواصلوا معنا عن طريق الصفحه الرسميه للقناه. نلتقي في موضوع جديد والى اللقاء.